بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير شباب. الحصة الماضية خلصنا قضية التحليل وبدأنا بإيش؟ بالتصميم. فكركم لو إحنا بدنا نصمم تنشن ممبر، يعني عملنا شكل الترس بدنا إياه، حللنا وطلع القوة في الترس، شو خطوات التصميم للتنشن ممبر؟ شو فكركم التسلسل المنطقي اللي لازم نمشي فيه؟ أول إشي القوة. إذا واحد حددنا بي ألتمت، شو الخطوة الثانية؟ نوع التثبيت بولتد اور ايش؟ ولدد. حددنا نوع التثبيت ثلاثة ايش؟ ايش؟ يو. طيب احنا عملنا استيميشن من قبل لقيم يو، طلعنا معادلات، ما بدنا نرجع نحملها من اول لاب جديد. اللي هي الاريا جروس ساعتها، اذا قررنا بولدد اور ولدد بتصير الاريا جروس اما اكبر او تساوي بي التيمت على 0.45 اف التيمت اور اريا جروس شو بدها تساوي؟ بي التيمت على ايش؟ على 0.6 اف التيمت. بتعتمد على ايش؟ على انها بولتد ولا مين. حددنا الاريا جروس، بعدين ممتاز. هلا عندنا جداول، هلا هاي الجداول قبل ما نفترض طبعا بدنا نقرر شكل الكروس سكشن، شكل مين الكروس سكشن. اذا هون شيب شو افضل شيب للتنشن ممبر فكركم؟ ايش الاي هي ايش سمت يعني فيه يكون سمت افضل شيء؟ احنا اول محاضره حكيناها في التنشن شو قلنا؟ consist of what? angles, channels, tees, blades, W or S shapes or combinations. هلا اللي قال W عمل ايش؟ شكل symmetry. اللي قال طبعا عندنا في بلادنا شو بيستخدموا؟ tube. ماشي؟ هلا اذا طلعنا على T على البليت على channels وعلى الانجلز، شو اللي بيميز اي تنشن ممبر عن الثاني؟ يعني انتوا قلتوا دبل سيمتريك، ليش بدكم اياه دبل سيمتريك؟ هل المومنت اوف انيرشا لها علاقه اساسيه في تصميم التنشن ممبر؟ احنا قلنا هاي شغله براكتيكال، ال L على R اللي هي 300 شو حكينا عنها؟ براكتيكال. انا بتخيل شباب هو اهم شيء في اي تنشن ممبر تختاروا انه يكون بحقق بالبداية سهولة الكونكشنز، يعني اذا بدك توصله شو يكون عملية وصله مالها سهلة. لذلك في بلادنا ليش انتشر كتير التيوب؟ لانه لما بيعملوا تيوب بجيبوا تيوب تاني بدقوا وبلحموا تيوب بتيوب، الكونكشن مالها بتكون اسهل ما يمكن. طب الانجل هاي تقدر تعمل عنها عن طريق بليد، تربط انجل بانجل، يعني لو حطينا انجل بهذا الشكل كمان انجل بهذا الشكل، ممكن نجيب هون بليتة شو نعمل؟ نربط هاي الانجل بهاي البليتة وهاي الانجل بهاي البليتة، ممكن نلحمهم مع بعض في الحام، فالانجل سهل انك تعملها ايش؟ كونكشن. الاي سكشن كتنشن ممبر ممكن تعمل له كونكشن برضو سهل. اذا احنا بدنا كونكشن تكون سهل ايش عملها. بس على سبيل المثال الانجل كشكل لما بتطلع من تحت كيف بكون شكلها؟ جميل ولا مو جميل؟ هل عمرك شفت بريدج انعمل بسنجل انجل؟ لذلك ان لما بيعملوا بريدج بيعملوه دبل انجل. ليش بيعملوه دبل انجل؟ لانه شباب الجمال لا يمكن يتحقق بدون سيمتري. يعني اول واهم عنصر في الجمال انك شو تعمل انت؟ سيمتري. فلذلك اذا انت بدك كانشائي تعمل ترس والترس يكون بارز زي في بريدج ما تغطيه، في مصنع ما تغطيه، كون حريص على انك تختار شكل ماله سيمتري. الاي سكشن بعطيك شكل سيمتري، التيوب بعطيك شكل سيمتري، الدبل انجل بعطيك شكل سيمتري، التشانل لا والسنجل انجل لا. هدول سهل وصلهم لكن شكلهم شو بكون؟
فانت ما تفكر بس بالسترينث، كمان فكر في ايش؟ في عنصر الجمال. الا اذا كان بالاخير هل بدك تعمله بدك تغطيه، اذا بدك تغطيه بفولس سيلينج اصبح عنصر الجمال شو هو؟ تحيد. ايه بالضبط زي دروب بين اذا حطيته بفولس سيلينج. اذا هلا احنا بدنا نحدد شكل المقطع، يعني عملنا هون اخترنا الشيب، بعد ما اخترنا الشيب بدنا نروح لمين؟ للجداول. هلا في الجداول بدنا نفتش على اريا اكبر من مين؟ هلا من الاريا اللي وجدناها. طبعا اي اريا اكبر من الاريا اللي وجدناها بتشتغل، بس احنا شو بدنا نفتش على ايش؟ على اقرب ما يمكن حتى يكون اقتصادي. فمنلاحظ انه على الشيب الواحد في عندي اكثر من خيار، في عندي ايش؟ اكثر من خيار. هدول الخيارات ببدا باقلها وزن، ببدا باقلها ايش؟ وزن. بجرب اذا زبط معي بروح لمين؟ للثاني، فالثالث، فالرابع الى اخره، حتى بالاخير. طبعا هون انا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل اناليسز. شو يعني بدي اعمل اناليسز؟ ارجع تحولت المساله من ديزاين لايش؟ لاناليسز، اتاكد من الييلد واتاكد من الربشر. لاحظوا احنا هذا التسلسل احنا اللي عملناه. هلا بيجي واحد بيعمل تسلسل باسلوب ثاني بيلتقي معنا بشغلات وبيختلف معنا بشغلات. فلما قال كالكوليت ذا لود اتفقنا معه، لما قال ديسايد وذر ذا كونكشن ويل بي ويلدد اور بولدد اتفقنا معه، لما قال ازيوم قلنا وي اوريدي وات ازيومد. فمعناته احنا عملنا اشتقاق هدول المعادلات بناء على اسامبشن، فبنقدر الخطوات هاي الازيوم والديتيرمن وازيوم كلهم هدول نختزلهم، لان احنا اوريدي حكينا في الصف واتفقنا عليهم. فهدول الثلاث خطوات اللي هي 3 و4 و5 قضايا بقدر الواحد يلغيهم اذا حب هو يعمل ديفرنت اسامبشن. يعني واحد منكم حب التصميم انه اغلب التصميم اللي بيعمله بيختار دبليو سكشن، والدبليو سكشن الموجود عنده في السوق اغلبه البي اف على دي اكبر من ثلثين، وهو مش مستعد يعمل 1 اور 2 لاينز. شو بيعمل؟ 3 لاينز. صار العرف اللي عنده في شغله دوما ايش؟ انه يوش بتساوي بوينت 9، بروح بغير كل هدول الثلاثة. احنا هلا هدول اتفقنا فيهم في الصف، بس انت هدول في الواقع شو بتقدر تعمل؟ تغير تبعا للاعراف الموجودة. يعني كل ما كان تصميمك اكتر، كل ما صممت ستيل ستراكشر اكتر، كل ما كان قدرتك على تقديرها احسن. هلا اذا بدنا نروح للي وراها بنلاحظ light section. طبعا light section معناته في بالي انا عارف الشكل اللي انا بدي اياه، عرفت light section بعمل التحليل. هلا check slenderness ratio عملتها ولا ما عملتها مش اساسية في ايش؟ في التنشن ممبر، لانه اذا الكونتراكتر ما عرفش يوصلهم تلقائيا ببدلهم. ال L على R باختصار انه العنصر كل ما زادت طوله نسبة للريديوس اوف جيريشن بتلاقي لك يا سهل ينحني، سهل ايش؟ ينحني. فعلى سبيل المثال لو اخذت رد بهذا الشكل، عادة احنا الواحد سنتيمتر رد اللي هو بنلاقيه في السوق اللي يستخدم للستيل ستراكشر للرينفورش كونكريت ستراكشر بيجي باي اطوال في السوق؟ الخرسان المسلحة الحديد اللي سنتي قديش بيكون اطواله؟ 6 متر، بيجي 9 متر، بيجي 12 متر. فخلينا نقول لو 6 متر اللي هو ايش؟ كتير دارج، بس بيجي 9 متر كمان وبيجي بايش؟ ب 12 متر. لو اخذنا 6 متر، لما بنحكي ال L على R، R للدائره هي عباره عن الجذر التربيعي ل I divided by what by A. قديش الجذر التربيعي ل I؟ بار باي دي للقوه 4، التربيع على قديش؟ على 4. على الاريا عفوا باي دي تربيع على 32. على الاريا اللي هي عباره عن باي دي تربيع على قديش؟ على 4. هاي باي دي تو ذا 4 على 32 على باي دي بيطلع عنا الجواب. بروح الباي مع الباي، هاي 32 ولا 64؟ باي ار تربيع على 4. هاي 64. باي ار القوة 4 على 4 على باي ار تربيع، شو بطلع عنا؟ بتروح الباي مع الباي، والار تربيع مع الار القوة بصير ار تربيع على 4. يعني هاي بدها تطلع الاصل هاي على 4. متأكد انت؟ هي المفروض تطلع عندك ار على 4.
0.25 R. R على قديش؟ R لا R على 2 أو R على 4. هون تطلع عندي R على 2. هون تطلع عندي R على 2 radius of gyration. خليني أشتقها للدائرة. 2 by R في R تربيع 2 by R في R تربيع DR التكامل بعطينا 2 by R للقوة 4 على 4. هاي عبارة عن الجي، معناته إذا إن هاي مظبوط باي آر للقوة 4 على 4 هي الآي، إذا قسمتها على الأريا اللي هي باي آر تربيع بيطلع عندي الجواب، بتروح الباي بيطلع عندنا الجواب آر على 2. إذا الريدوس أوف جيريشن قديش بيساوي؟ آر على 2. خلينا نعمل كلير. أوكي، هلا 1 سنتي دايمتر بطول 6 متر، ال L على R هي عبارة عن 600 على R اللي هي نص سنتي ال R، كمان بنص شو بيطلع لنا؟ يعني هذا بده يعطينا 2400 ايش؟ L على R. طلع على السنتي هذا لما بيجي على الموقع، مجرد ما انت حملته شو بيصير معك؟ بنتني. بس هذا سهل، لو واحد شده من الجهة الثانية وانت شديته شو بتقدر تعمل؟ تحطه في القفص. هلا تخيل لي انت ما عندك سنتي، تخيل لي عندك اي سكشن بهذا الشكل، شانل سكشن مساحته بنفرض هذا 14 سنتيمتر مربع، اجى بال على ار متني وبدك تركبه كتنشن منبر، شو بدك تعمل؟ بدك تشده. هل سهل شده؟ كونه مش سهل شده معناته ايش؟ حطوا ال على ار للبراكتيكال ريزون. افرض في ناس ما عندهوش مشكله انها تشده في الموقع، زي ما احنا ما عندناش مشكله بالرد نشدها في الموقع، ما في مشكله. لذلك الحصه الماضيه لما حكينا عن ال ار اوفر ار قلنا هاي از نوت يوزد فور وات روتس وايش وكيبلز، لانه لو بدي اطبق ال على ار 300 للروتس وللكيبلز ما بقدرش ان انفذ اي ايش اي كيبل ستراكشر. فال ال على ار احنا حكينا الحصه الماضيه از نوت ابلايد فور وات فور روتس اند كيبلز. اذكركم هلا الريزون فور كود ليميتيشن ذات ذا ممبر هاف انف هاز انف ستيفنس تو وات to prevent lateral movement of vibration. This limitation does not apply to tension rods and cables. الرودز اللي انا اعطيتكم عليه المثل ومين والكيبلز، هدول الاثنين ما منطبق عليهم قاعدة ال L over R. الجدل شو بده يطلع؟ هذا متر للقوة 4 على متر تربيع، متر تربيع، الجذر شو بعطينا؟ متر. طيب اذا فهمنا هلا هذا الحكي شو بصفي؟ بصفي بدنا نقوم بالتصميم. طبعا هاي اذا انا ما اعطيتك اللينك للمنبر يو كانت وات ابلايت، وهاي عاده في التنشن منبر باكد ات از نوت ذات ايش ذات ميجر. خلينا هلا نحاول نصمم هذا العنصر. هلا ديزاين ا منبر تو كاري ا فاكتور ماكسيمم لود 350 kN. إذا عندنا اللود معروف. Assume the member is a wide flange connected through the flange using what؟ عرفنا إنه bolts. بما إنه bolts معناته the area gross أكبر أو يساوي البي ألتمت اللي هي 350 على قديش؟ 0.45 في نطلع شو نوعية الحديد. الحديد بقول لي grade 50. الإف ألتمت لجريد 50 قديش؟ على 450. بأن هون ميجا باسكال، هاي بحولها لايش؟ لنيوتون. بيطلع عندي الجواب بالمليمتر سكوير. 1.72. الله يكرمك. خلينا نشوف. واحد سبعة. طبعا هدول اول رقمين اللي بيعنيونا. 36 وات مليمتر سكوير. لو بدنا نحكي على يلد شو بنقول؟ انه اريا جروس اكبر او تساوي نفس الحمل اللي هو 350 في 10 للقوة 3، بس على ايش بدي اقسم؟ على 0.9 على 0.9 في اف واي اللي هي قديش؟ 340. هذا بعطيني اريا مقدارها 1144. لاحظوا مين اللي تحكم عندي؟ لا انا متوقع. مين اللي طلب اريا اكثر؟ الربشر. قديش طلب مني؟
1736. تذكروا الرقم 1736. هاي كلير. اوكي. انا بدي اريا جروس اكبر من 1736 مليمتر سكويرد. الشكل ايش؟ W. هلا افرض انا ما عطيتك شكل W. هلا انت بالمشروع مش محددين لك الشكل. فراحوا رايحين ناس يروحوا على الدبليو، رايحين ناس يروحوا على تشانل، كل واحد رايح يروح على شكل ايش معين. هلا لما بتيجي على هذا التيبل وبتصير تفتش انت في الدبليو، بتصير تفتش في الدبليو، شو اللي بتعمله انت؟ بتبدا بالتيبل باعلى قيم. هاي دبليو ايش؟ اعلى قيم كاريا. بلاحظ انه الاريا في هاي التيبل بما انه هو بادي بيقسم على 10 تو باور 3، معناته انا بفتش على قديش؟ على 1.7. بفتش على 1.7. اذا طلعت على اول تيبل بادي ب 63 من الاعلى، بقلب الثاني ب 57، بقلب الثالثه 32 ل 30، بضلني اقلب حتى اصل بالاخير ان اقرا باخر الكولوم شيء ماله ديا. هلا انا ضليتني ماشي لاخر صفحه، ضليتني ماشي لاخر صفحه في دبليو. هلا اخر صفحه في دبليو اذا مشيت عليها بلاحظ انه اقرب رقم بحصل عليه دبليو 8 ب 10 قديش؟ اول رقم دبليو 8 ب 10، دبليو 8 في 10 بعطينا قديش؟ 1.91. الرقم الثاني اللي بيجي بقدر لي اللي هو دبليو 6 في 9، دبليو 6 في 9 شو بعطيني؟ 1.73. إذا أنا كم خيار عندي؟ خيارين، إما W 8 ب 10 أو W 6 في إيش؟ في 9. هلا الأصل إني أبدأ بالثاني، صح؟ ليش أبدأ بالثاني؟ لأنه وزنه ماله أقل. هلا أنا بدي أترك لكم تبدوا بالثاني، تجربوا الثاني إنه بيزبط ولا لا، لأنه رايحين تكتشفوا إنه الثاني مش رايح يزبط. تمام؟ فراح نبدأ لكم بمين؟ بالاولاني. هلا سؤالي لكم، شو اللي بخلينا انا ميال اني ابدا بالاولاني مش بالثاني؟ هون قديش النمبر اوف بولتس عندي؟ 2. من الجدول قديش لما بكون عندي 2 بولتس؟ 0.75. طيب اذا انا من ناحيه التو لاينز تقريبا ايش فرضيتي مالها على الحد؟ يعني انا لما حسبت ال 1.73 وطلع عندي هاي 1.736 وهاي 1.73، انا شغال في التو لاينز اوف بولتس على الحد. دائما بفضل ان انا ابدا بشيء اعلى، لانه اغلب الظن لما ببدا على الحد شو بطلع؟ انصف. ماشي. لاحظوا شغله تانية، انه انا حاصل يو في الاريا جروس قديش مفترضها؟ مفترضها 0.75. اكم برغي انا عندي؟ هاي الاربع براغي بتوقع تعطيني 0.75 ولا اقل بحسي. هذا بدها تيجي مع الوقت. فاذا كان انا عندي بحسي انه هدول اربع براغي ب 22 ب 20 ملم ديامتر على 6 في 9 رايحه تعطينا اقل من 0.75، لا اصلا بروح لمين؟ لهي. في الامتحان افرض انا جبت لك في الديزاين، اي واحد بيشتغل على هاي بنعطيه علامه كامله، واي واحد بيشتغل على هاي بنعطيه علامه كامله. ليش؟ لانه هدول الخيارين اي واحد ممكن يصلهم. هلا غير هدول الخيارين بنخصم لك علامه وبنشوف كيف تشتغل. اه لا 2 فوق 2 انسى عدد انت بير لاين، يعني انت عمالك تحكي هاي لاين التنشن لاين، عندك واحد وعندك اثنين، انت بصير اربعة لما بتمدهم هون. بس وجود اثنين فوق وجود اثنين تحت بيجعل الاكس بار بدل ما تاخدها من هون لهون تاخدها من فين؟ من هون لهون. يعني افرض هدول الاثنين مش موجودين بتكون هاي الاكس بار، بوجود هدول الاثنين صارت الاكس بار من هون لهون. احنا الان بدنا نعمل تشيك على دبليو ايش؟ 8 ب 10. تشيك على دبليو ب 10 رجعنا لايش؟ للتحليل. بما ان رجعنا للتحليل انتم مليتوا منه، فاعطيكم النتائج. اذا حسبت فاي بي ان لليلد راح تكتشف انه دبليو اللي عندنا اللي هي 8 ب 10، دبليو 8 ب 10 الاريا تساوي، قبل شوي كتبناها 1.91 في 10 للقوة 3، وعندنا التي فلانج يساوي 5.2.
فمن باب ان شاء الله ما تملوا. اذا بدنا نحسب لليلد 5 باي ان يلا نقلوني شو بدها تكون 0.9 في ايش؟ الاريا جروس اللي قديش؟ في 10 القوة 3 في قديش؟ 340 بقسم على 10 القوة 3 بطلع عندي الجواب 584. ممتاز. يعني اذا اعطتني ال 5.8 ممتاز. هذا ايش؟ كيلو نيوتن. هلا خلصنا من اليد، شو بدنا نيجي هلا؟ للربشر. هلا بالربشر طبعا انت بعينيك تكتب ال 584. في الربشر ال 5 بي ان ال 5 انا متاكد انها 0.75، بس بدي احسب هلا الاريا نت. هلا الاريا نت تساوي الاريا جروس اللي قديش بتساوي 1.91 في 10 القوى قديش؟ 3. بدي اطرح منها كم برغي عندي؟ 2 4. كل برغي الديامتر له 20، قديش بدي اضيف له؟ 3.2، فبطلع عندي 23.2 مضروبه بايش؟ مضروبه بالتي فلانج اللي هي 5.2. هاي اذا حسبنا الاي ان بيطلع معنا الاي ان تساوي 14.27 هلا بضل بدي احسب اليو. طريقتين لحساب اليو، اما بحسبها من التيبل فتطلع يو قديش بتساوي 0.75، او بدي ارجع للبيسكس اخذ نص الاي احسب له الاكس بار. فاذا حسبت له الاكس بار بيطلع معي بحساب الاكس بار 24.6، وبيطلع عندي ساعتها يو بالحسبة الثانية يو بتساوي 1 ناقص ال 24.6 اللي هي الاكس بار تقسيم ال اللي هي عبارة عن 100. ال هو معطيني اياها المسافة قديش؟ 100. بيطلع عندي بهاي الحسبة تساوي 0.754. بالامتحان شو قلنا مطلوب منك ايش؟ واحدة منهم، يعني سواء حليت على هاي ولا على الثانية الحل صح. وفرق كبير شباب بين ما واحد يحسن استخدام التيبل الرقم قديش بده ياخده ثواني، وبين ما واحد بيحتاج انه يرجع للاستاتيكس وياخذ هذه الابعاد من المقطع ويقعد يحسب يدويا حتى يطلع مين 24.6 ويحسبها. طبعا واحد حل الامتحان ومعاه متسع من الوقت مش يسلم يحل على الاكس بار. ايه الولد إلها تيبل ماشي، ما هو اللي قالك التيبل ما بتغطي كل شيء. يعني القضايا اللي انت الواحد ناقص اكس على ال هي ايش؟ الجنرال اللي بتقدر تستخدمها لاي شكل وانت بتقرر في الامتحان وتشوي تجو. هلا اصبح عندي 0.75 اللي هي الفاي فيه، بدي اضرب 0.75 الاي ان اللي هي 0.75 في الاي ان اللي هي قديش؟ 14.27. بدي اضربها بالاف التيمت اللي قديش قلنا لهاي 400 وقديش نقلوني 450، واقسم على 10 للقوه 3. بلاحظ انه الفاي بار ان هون اذا حسبتها بيطلع لنا 361 كيلو نيوتن. انا بدي اياها تحمل قديش؟ جبت عنصر بيحمل 361. طبعا هذا تصميم راقي ما تتوقعش انه يزبط معك بالامتحان. يعني اللي منكم بيجيب لي في الامتحان 3% زائد او ناقص باخذ علامه كامله يعني للتصميم، طبعا اذا عامل كل الخطوات صح. 3% شو قلتها؟ زائد او ايش؟ او ناقص. يعني لو طلع عنده الحمل هون 350 بالتيمت، لنفرض طلع عنده في الامتحان 345 ما يغير السكشن. اي دو اكسبت. ماشي. طيب حدا عنده سؤال؟ واقع كمان هلا البي التيمت اللي احنا حاطينه شو فيه عليها 1.2 ديد 1.6 لايف 0.75 ايش اف التيمت، يعني فاكتورز كثيره. فاذا انا بالواقع جبت شغله اراوند الرقم الصحيح اي اكسبت. الغريب انه الساب اذا طلع عندك اكثر من 95% بعطيك احمر. يعني ساب سو كونزرفاتيف. شو بيعمل بساب اكثر من 95% بعطيك احمر. احنا شباب لما بنقول لك بالواقع عندك هاي الفاكتورز
ما تطلع على الأرقام اللي بتحسبها من باب احذر شو هو، إنه أرقام ساينس. أنا حاطط فاكتور بمعدل، خلينا نقول للحديد مين أكتر، اللايف لود ولا الديد لود؟ اللايف لود. فالفاكتور بده يكون أقرب لل 1.6. فلو قسمت 1.6 على 0.75 وال 1.5 على 0.75 فأربعة ثلاثة، تعمالك بتحكي عن فاكتور في سيفتي 2 3%. مش راح إيش تضرب لك كتير الفاكتور في سيفتي. أنا هاي فلسفتي في التصميم، يعني بلس أور ماينس 3% إيش I do accept it. لكن لما بيصير الفرق أكثر من ذلك بيصير إما على صعيد الإيكونومي أو على صعيد إيش السيفتي فاكتور. وضحت الفكرة؟ آه. ليش أربعة؟ هلا اطلع على الكروس سكشن شو اللي حاصل عندك. عندك هون برغيان من فوق وعندك إيش؟ إذا أنا كم من فتحة عندك؟ أربع فتحات. هذا هو طريقة حلنا. نفس المثال بس كان عندنا اثنين أربعة، كان عندنا أربعة حطينا أربعة، أربعة روز مش تمانية. لا لا صدق شباب، هلا احنا المثل اللي قبل شوي حليناه. هلا بورجيكم اياه. الأمثلة كلها موجودة على اللوح. هلا هاي example 1. example 1 قديش حطينا؟ اثنين. في غيرهم؟ هاي 1 بليت ماشي، اثنين. هي هاي اللي عملت لك الخربشة؟ لا، هاي عبارة عن 1 بليت. يعني هاي عبارة لو بدها تطلع على الجنب عبارة عن بليت كونكتد مع مين؟ مع بليت بهاي البراغي. فما فيش عندي إلا فتحة فتحتين بس، وهي عبارة عن 210. في أي شيء تاني ممكن عاملكم أي لبلكة في الفهم؟ اسأل. طيب أنا هلا بدي أسأل، لو إحنا بدنا نعمل كونكشن شباب، كونكشن جسم بولت ببولت تاني، بليت ببليت، يعني هاي بليت بدي أعملها كونكشن في بليت من خلال إيش؟ البراغي. بدي أرسم two connections. هاي connection وهاي connection، مين أفضل؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ بيش اللي فوق أفضل وفي إيش اللي تحت أفضل؟ يكون أغلب الحمل اللي تحت على برغي واحد اللي هو الطرف من الجهة اليمنى، أما اللي فوق يكون على اثنين. أعطيك حمل على الأكسس اثنين نفس الحمل، يعني مش مشتت، يعني بكون برغيين على الأكسس بعطيك قوة أكثر من الأكسس اللي فوق. يعني فكركم مين اللي بيكون قوتها أكثر؟ فوق. اللي فوق أكثر؟ طب اللي بيقول اللي تحت بده يقنع، واللي بيقول اللي فوق شو بده يعمل؟ بده يقنع. اللي تحت شو عملنا؟ نزيد نكبر المساحه. اه وبصير موصل راقي. بس خلينا انا اترجم اللي بتحكي بشكل مناسب. هلا هون انا عندي حمل صح، وعندي هون حمل. هلا هذا الحمل لما بده ينتقل اول شيء شو بلاقي عندنا؟ برغي واحد. هلا لما بلاقي برغي واحد شو بتكون النت اريا؟ اعلى. هلا مجرد ما تجاوز هذا البرغي شو صار في الحمل؟ قل الربع. فلما اجي على هون النت اريا مالها؟ نفس النت اريا اللي موجوده هون، بس الفرق الحمل اللي عليها ماله؟ اقل. وضحت الفكره؟ فهاي اقوى من هاي، هاي اقوى من هاي. ليش هاي اقوى من هاي؟ لانه هذا الحمل اول ما بده ينتقل بيجي على هدول البرغيين شو بلاقي؟ مساحه كتير مقيومه، بده ينتقل كل هذا الحمل ضمن نت اريا قليله. لكن هون هذا الحمل كان عندي بي، اول ما يجي هون في عنده قليل انقامت المساحه، بس بالمقابل قديش صار الحمل هون؟ صار الحمل ثلاث ارباع ايش؟ بي. فصار وضعنا هون ماله؟ ايش؟ مش هيك نظريتنا احنا؟ نظريتنا انه عندنا البليتس ريجيد والبراغي مالها فليكسبل. اذا شفنا هاي النظريه بنقدر نفكر. بس هلا في واحد احذر شو بقول لك؟ بقول لك الكلام اللي انت عمالك بتفكر فيه صح، لكن انا هلا رايح اعطيك شكل انهيار بحيث انه تكون الاولانيه احسن من الثانيه. هلا مدالب فكركم.
لو هذه سقطت بهذا الشكل كم فتحة عندي؟ ثلاث فتحات. ماشي؟ هلا هدول الثلاث فتحات الموجودة عندي الحمل هذا مش كلياته عليهم تنشن، في جزء تنشن في جزء ماله شير. يا ترى هل هدول الثلاث فتحات بعطوني اريا اقل من التنتين؟ اذا الثلاث فتحات بيشرحوا لي من الاريا اقل من التنتين هذا تصميم ممتاز، بس اذا الثلاث فتحات بيطرحوا لي اريا اكبر من التنتين شوفوا شو مشكلتي. القوة نفس القوة وايش؟ بدل ما يكون عندي انا فتحتين شو اصبح عندي؟ ثلاث فتحات. اذا هلا مثل هاي المواضيع بتتطلب ايش؟ تشغيل دماغ اكثر من اي موضوع. هذا الموضوع شباب بنسميه احنا ستاجرد بولت. شو بنسميها؟ ستاجرد. شو يعني ستاجرد؟ يعني البولتس مش محطوطة بصفوف وانما ايش؟ خربشنا توزيعها. هلا هذا هو الموضوع اللي ضايل ان ندرسه احنا في التنشن. ايش؟ بدك تعمل تشيك. يعني هلا لما حطيت لك انا شو قلت لك؟ قلت لك التصميم الانجح اذا قدرت تختار الجيج والسبيسنج بحيث ان الثلاث هولز يعطوك نت اريا اقل من التنتين بتاخذ التصميم الثاني. اذا الثلاث هولز بعطوك نت اريا اصغر يعني اصغر بدك تروح على التصميم الاولاني. عفوا يعني اذا انت الثلاث هولز عملت لك فتحات اكثر مصيب بتاخذ الفواني، اذا الثلاث فتحات اعطتك اريا اقل تاخذ. فهذا اللي احنا رايحين بدنا نتعلمه. هلا حتى نتعلم هذا الشيء احنا بالبداية عندنا شيء اسمه staggered bolts. تمام؟ هذا staggered bolts ليش ناخدها؟ اولا to get what more capacity اللي احنا تفضلنا فيه في البداية، انه احنا هلا عندنا one hole شو بيكون الريدكشن اقل. اذا انا بفكر اعمل ترتيب بحيث انه ايش more capacity. هلا to achieve a smaller connection length. شباب عادة انا لنفرض انه انا بدي ست براغي. هدول الست براغي بقدر احطهم بطريقتين، بقدر احطهم بطريقة هيك، هاي ست براغي، وبقدر احطهم بطريقة هيك. احنا متفقين انه السبيسنج بين البراغي قديش لازم يكون، بس بدل ما احطهم هون بصفين ممكن هاي الفكرة مش كتير بفتش لكم على مثل اوضح. To fit the geometry of the tension connection itself. حاول الاقي لكم شغلة اوضح بهذا الحل. من قبل حكينا لكم انه السبيسنج بين البراغي قديش لازم يكون 3 تايمز الدايمتر. طيب انا تخيلوا لي هاي بليتة بهذا الشكل، حطيت هذا وهذا بمسافة اكبر من 3 دي وضفت واحدة هون، شو صار عندي انا؟ استاجر. وضفت ايش كمان؟ برغي اضافي. هذا البرغي لانه هذا الدياجونال الكبير بقدر احطه هون واحافظ على السبيسنج اللي بدي اياه، لكن إذا كان المسافة الدياجونال مش كبير بقدرش أحطه. فأنت بتقدر تتخيل وضع إنه أنت عندك أربع براغي محطوطة وبدك الخامس. مشكلة الخامس إذا بدك تحطه لوحده وبدك تعمل مسافة 3 دي شو بعطيك طول؟ طويل جدا. فممكن هذا بدل ما تكون 3 دي تعملها 4 دي وتحطه بالوسط ويصير المسافة بين كل برغي والتاني قديش؟ 3 دي، وتقلل مين؟ الكونكشن لينكث. إذا هاي تو أتشيف سمولر كونكشن لينكث وتو فيت ذا جيومتري اوف ذا تنكشن كونكشن اتسلف. مش دائما بيكون عندك انت مساحه مالها كبيره فبتضطر انك تعمل الاستاجر. اذا هذا الاستاجر بعنينا الان لو حصل نعرف كيف الكباسيتي للكونكشن. سو فار في بلادنا انا ما شفتوش، يعني بلاقيهم لما بحطوا البراغي شو بحطوها؟ بصفوف، بحطوها بصفوف، علما انه لو انا بدي اعمل كونكشن بحس انه هاي الكونكشن اجمل كونكشن واقوى كونكشن، بس اختار السبيسنج لها بشكل ماله اللي يكون الافشنسي اعلى ما يمكن. هلا بقول لكم كيف هاي الكونكشن شو بكون شكلها جميل جدا.
قوتها مالها اكبر ما يمكن. لاحظ انا عندي هون اريا كبيره، هون الاريا شو صارت اقل، هون الاريا اقل، بس كل مره شو صار في القوه صغرت. ما بعرف اذا رايح يكون معي مجال، اذا صار معي مجال مع الفصل بوعدكم بشغله اني اجيب لكم امثله واعملكم عده تصاميم مختلفه وأورجيكم فرق كل تصميم عن تصميم مين الافيشنت، تعتمد على الوقت المتاح في هذا المسار. الان احنا في الستاجرد بدي اوزع عليكم هاي الوظيفه. الاصل انه انك تتحل قديش المساحه هاي شغله مالها معقده. كيف بسطوا لنا اياها؟ تابعوا علي شباب. هاي المساحه كم هول كم هول باصل تروط، هاو ماني هولز؟ تنين. لو قلنا انه هاي المساحة كلياتها زي مساحة انه انا اطرح اثنين واحد بيقول لي لا ظلمتها، ليش ظلمتها؟ لانه في عنده طول ماله انا اكبر. يا ترى قديش الطول الاكبر؟ يعني هلا مين اكبر شباب؟ كانت اريا انه يكونوا اثنين على نفس الصف ولا تمشي هيك وتمشي هيك وتمشي هيك؟ واضح انه هدول النت اريا اقل من مين؟ من هدول. طب كيف بدنا نحسبها؟ قالوا احنا بنطرح تنتين ومنضيف هذا الترم اللي هو عبارة عن مين؟ عن S squared زاد وط 4G. فإذا بدنا نحكي عن الويدث بنعتبر الويدث انطرح منه الدي وبنضيف له S squared على 4G. شي هي S؟ هي المسافة باتجاه اللاين السبيسنج اللي حكينا عليها. وشي هي جي؟ هي عبارة عن البيتش اللي احنا عرفناها من قبل، الويدث اللي احنا بدنا نضربه بالثيكنس حتى اطلع الاريانت. يعني عندنا الجي ترانسفيرس سبيسنج اللي كنا مسمينها من قبل اللي هي الجيج of the bolt held perpendicular to loading direction. بس كل الباقي اللي احنا حكيناه بنستمر زي ما هو. يعني بنحسب يو ك1 ماينس اكس على ال، وبنحسب الفاي تي في اي اف اف التيميت بعطي عنا الجواب. ايش شو الجي؟ الجي كيف ثلاثة على نفس الخط؟ الجي هي هاي المسافة صح؟ خلينا نقول لكل واحد له جي وله اس، يعني هدول اثنين لهم جي ولهم اس. لنفرض انا عندي هذا، هذا شو صار في عندي انا؟ جي جديد بدي اسميها جي 1. هلا هذا الخط اللي انا بدي اعمله هيك، هذا الخط صار له جي وله اس. كل خط انت عمالك بعطيك فيه برغي تعمالك بتضيف طرح. لما بدك تعمل السميشن احنا شو بنقول؟ سميشن اوف اس سكويرد على مين؟ على في جي. فهاي لها اس سكويرد على 4 جي 1. يعني مثل هاي الحالة بحط S squared على 4G1 بتغطي لي مين؟ بتغطي لي هاي، وهاي شو بغطيها؟ بلس S squared على قديش؟ على 4G اللي أنا حاططها. في عندي 20 كل واحدة شو بعملها؟ S squared على 4G. طيب خلينا ناخذ مثل مثل هذا. شو بقول بهذا المثل؟ Compute the smallest net area for the blade shown in the figure, the holes are of 26 millimeter diameter holes. مثل هاي المسألة شباب، أول cross section أنا عندي مشكلته شو هي؟ هاي. قديش اللي عندي؟ كم نت اريا عندي؟ تنتين. شو الخيار الثاني؟ كم نت اريا عندي؟ ثلاثة. في خيار ثالث عندي؟ لاحظ لو أخذت هذا انت شو بتقولوا لي؟ هذا الاريا زادت واللود ماله قل، مستحيل يكون كريتيكال. اذا اخذت هذا شو بتقولوا لي؟ ما هو هذا زي هذا والحمل عليه ماله اقل. فانت بمثل هاي الاسئله بدك تقعد على الاقل دقيقه تفكر في كل الكريتيكال سيكشنز. مجرد ما حددت الكريتيكال سيكشنز انه A B D E هي واحد، والكريتيكال سيكشن الثاني A B C D اي هي اثنين، صار كم سكشن عندنا؟ تو سكشنز. بتحسب لكل واحد شو بتاخذ؟ الاقل. بتحسب لكل واحد وبتاخذ الاقل. هلا الحصه الجايه بدنا نتعامل مع مشاكل لسه اصعب. شو هي المشاكل الاصعب؟ اذا كان انا عندي انجل وهاي حاطط فيها براغي وهاي حاطط فيها براغي، والبراغي اللي محطوطين بهاي مع هاي مش جايين على نفس الصف، جايين من خلال ايش؟ اسكادر بهذا الشكل. فبدا ايش؟ بال3D هيك. في عندك بليد جاي فوق، كونكتد من خلال براغي هون
اللي هي عبارة عن صف ثلاثة وصف اثنين، يعني ثلاثة جايين بصف واثنين جايين بصف ثاني، زي ما هذه مبينة. ثلاثة جايين هيك واثنين جايين هيك على جنب بليت، وفي عندي هون كمان ايش؟ بليت اخرى. هاي البليت الاخرى كيف شايفيها؟ بثلاثة اثنين. يعني اذا طلعت بهذا السايد بشوف ثلاثة اثنين، واذا طلعت بالطف بشوف ثلاثة اثنين بهذا الشكل. هلا مثل هاي المسألة كيف بدنا نحلها؟ بدنا نفرد الزاوية. شو بدنا نعمل؟ نفرد الزاوية لحساب اس وجي. ففي الحصة الجاي في عندنا مثلين بدنا نحلهم. المثل الاول بسيط جدا بس بنأكد فيه كيف تعمل المعادلة، والمثل الثاني اصعب نوعا ما حتى نعرف كيف نتعامل مع مثل هاي الانجلز. انا بتمنى تقرأوا المادة ونحاول نحل الاسئلة الحصة الجاي. حدا عنده اي سؤال؟ يعطيكم العافية.